لماذا وصف رئيس أمريكا رئيس المكسيك بالجنون؟ الرئيس ترامب كل شوية بيفاجئنا باستخدامه لألفاظ ومصطلحات مش معروفة دبلوماسيا ولم يجر استخدامها على هذا النحو. من مفاجآت الرئيس ترامب أن هو بيقول، حضرتك فاكرين موضوع الجدار المفروض بين أمريكا وبين المكسيك؟ لما الرئيس ترامب ترشح قال أن هو هيبني جدار فاصل بين المكسيك وبين أمريكا. المكسيك جنوب أمريكا، بينهم حدود طويلة جدا. أمريكا بتقول أن هذه الحدود بتودي إلى دخول السلاح والمخدرات والأفراد والعصابات عبر الحدود المكسيكية إلى أمريكا، وإن الحل أن هم يبنوا جدار يمنعوا أي مكسيكي يدخل بطريقة غير شرعية إلى أمريكا. الرئيس ترامب بدأ يتكلم عن تنفيذ هذا الجدار. البعض قال أنه بيهدد، لكن يتضح الآن أنه ما كانش بيهدد وأنه ربما يشرع فعلا في بناء هذا الجدار. وبدأ يشوف نماذج لهذا الجدار في معرض في سان دييغو. في كل الأحوال الرئيس ترامب فاجأ العالم بأنه بيقول أن رئيس المكسيك كلمه وشكر فيه، قال أنه شخص لطيف جدا واتكلم بأدب شديد وقال له سيد الرئيس أنا عايزك تقول أن الجدار اللي هتبني ده مش هيكون على حساب المكسيك. فقال له أنت مجنون، أنا مش ممكن أقول كده. فكلمة أنت مجنون اللي قالها الرئيس ترامب على رئيس المكسيك لما كلمه وطلب منه الكلام ده، طبعا هي كلمة مباغتة في الدبلوماسية الدولية، والمكسيك ما ردتش على هذا الكلام. إنما جاريد اللي هو زوج إيفانكا ترامب مستشار الرئيس ترامب زار المكسيك وبيحاول يصلح العلاقة بين المكسيك وبين أمريكا، لأن كان في زيارة لرئيس المكسيك اتأجلت عدة مرات المفروض أنه يلتقي الرئيس ترامب. إذا لدينا جديد في اللغة الترامبية 2018 يصف الرئيس الأمريكي أو تحدث الرئيس الأمريكي إلى رئيس المكسيك مخاطبا إياه، هل أنت مجنون؟